وحان يعني طبعا إن أنا ربما حد عليو المدحوين محمد عبد الله فرماج وزيرك جامعة أمدة إن أمة عودين شخص أن هو ماشى أي تاجن تهاي مال لما جبار كده كسر رئيسا إنه وجينا إن أمة عودين إذا كان هذا علينا يا صوت وحواي واحد من الوضعي قف عن همطان إنه متقال سيدة هنا يوم وفرحت مركا تاسا إذا كان هذا علينا يا ولا كي وحان لا يا هاي فرصان حسن صوت وو وحان كوجد عينا يا إلى هاي كوفض ذي هوشابة إلى هاي قرب كاجا قلو أنا محو هاي أنا وح الله وحي أقول قب كرنا بيا يا قولا هاي أو متقنا محو هاي توي أنا مرنا با متقنا مفوقي مركا أنت أيا ربا وكيف أنا مسوق قب قب يو وحن مهد إيه قدرين وين كتبنا يا مدح وينها جمهورية فدرال كسوماليا مدن محمد عبد الله محمد أو فرصة أن أسيئ إنا ودن كيغو أغو أديو وحاك لو آن مهد يقدرين وينسين يا رئيس الوزارة مدن محمد حسين روبلة إيو وزير وزيرك وحبرشد مدن عبد الله أبو كرحاج وقدم بين وحان مهد علم أو ديرات أسيئنا يا دكتور جمعالي أو إغو صوصيمي جامعة دان أيضو تاج دكتور جمعالي وحوك بلاوي جامعة لمتي أو القتال أيو جفجفاي أفافوفاي نفت كسو علي جانانيي سوفريسي أو قال بانو هاي شغوين بنا سوقبتي رنسي ما سوكوبي كرنو لكن كل جامعة كانت أقول هاي هاتو صلاح أحوال كانان جوغنو أن جرين مان جرين وقعان كالو جريا ما نسدان هاي حيالا فربادون وضن كو قبطي برقدوم يا آدي آدم آسنت هاي وما نغينا سيدو كالو حربانو حمبالي ايو دكتور مهد الله وانقان انتي من سوماليا وقوم في عملا كرتيلا ورنتي يان اوهر جين ان شاء الله الهو فضي حلقة بالكلاو كواسترو وانا آدي آدم جين بسي دكتور جمعالي شغل قبطي سيلا بجبارة شغف عنا قبطون waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan xafladan ka soo qayb galno oo xilka lagu kala wareegayo rektorkii hore ee jaamacadda professor Jimcaale ee rektorka cusub professor Mahadale professor Jimcaale waa u mahadcelinayna hawshii ballaarnayd uu soo qabtay jaamacadda taariikhdeeda oo 70 guuradeedii aan maalin dhaweeydan xusnay waa uu ka sheekeyay gudoomiyaha intaas aan ugu baxayaa waa uu madcelinayaa professor Mahadale kulli jaamacad dhaqaaqday oo adiga de waa fariinta ay tirid anaga socotay ina ordisiisa laga rabaa ina ordisiiso ayaa laga rabaa